مساء الخير عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. جيناكم بواحد الشيوة ولكن حنا غادي نردوها على شكل شيوة مغربية، وهي هاد النبتة اللي تنقولوا لها الواتر كراس، اللي الرجلة بالدارجة ديالنا، اللي فيها واحد المنافع صحية وتجي من الدول ديال الحوض الأبيض المتوسط، وفيها معادن كثيرة، وفيها دي فيتامين مهمة للصحة، وتتكون ممنوعة على الناس، على النساء الحوامل، وخصهم ياخذوا استشارة طبية، والناس اللي تعانيوا من الكلاوي كذلك. الفيتامينات اللي فيها الأوميغا 3، وفيها الزنك، وفيها الفير والحديد مثلا، وفيها البوتاسيوم اللي مهم للصحة، وفيها الزنك حتى هو. على محل هذه غير معلومة خفيفة ظريفة، يمكن لكم تعمقوا وتعرفوا، وهي مهمة. انا عمرني ما كليتها باش نكون صريحة معكم، ولكن دابا فصل الشتاء مزيانة، هي صحية وسخونة، لا بغيتو تقولوا سخونة مهمة بزاف. ولكن انا غادي نطيبها على طريقة ديال الخبيزة مثلا، كيف غادي يعني باش نردوها مغربية، فهمتوني؟ في هاد الوصفة ديالنا غادي جبت جوج حزمات ديال هاد الرجلة هادي، وغادي نستعن بزيت البلدية والزيتون والثومة والحمض والكركمة اللي تنحتكم عليها دائما، وغادي نحتاج البزار والملحة حسب الذوق، وانا غادي نزيد فيها شويش ديال الكوريوندر مع شويه ديال الثومه او الكمون، شويه مطحون وشويه محبوب باش تحسوا بديك النغمه ديال الكيمون فيها، ولكن حسب الذوق. هذا الحرور، اللي بغى الحرور يزيدها في الاخر. على بركة الله غادي بعد ما غسلنا هذه ديالنا الرجلة ديالنا وصفيناها مزيان، حاولوا الله يخليكم تغسلوا داك الشيء مزيان، وحنا غادي نرجعوا لكم. حاولوا تقطعوها رقيقة، بإمكانكم إلا بغيتوا تاكلوها غير بحال هكا تصوطيوها واحد 10 دقائق دائما بالثومة والطريقة الأوريونتال، يعني ديال الطريقة أوروبية، فهمتوا؟ تقدروا تخليوها هكا نبتة هكا تخليوها وتسوطيوها، فهمتوا؟ بشوية الماء، وتقدروا تزيدوا لها أي حاجة بغيتوا تنسموا بها، بحال مثلا لاصوص ديال الدجاج، لاصوص ديال اللحم، باش ما بغيتوا نتوما تبنوا. بعد ما قردنا الرجله ديالنا غادي نقردو غادي الثومه، غنهرسوها حتى هي مزيان، تكثروا فيها الثومه، مهمه الثومه فيها مزيان، تقردوها. نشعلوا البوطه ديالنا كومسا باش نلقاوها موجوده، خصكم تحمروا شويه الثومه. بعد ما قردنا الثومه ديالنا موجوده، غادي نستعنوا بالزيت البلديه باش نسوطيو الزبده ديالنا. فوالا، سوطه ديالنا الزبده،
استشار الإخوان واحد تنحتكم دائما لو بلان دو طرافاي يكون نقي دائما دائما. يلا اش غادي نحتاج هاد الربع الحامضه كله هو غادي نديرو كله هو باش يعطيني داك الحموضه حتى هي غير هو واحد المشكل اللي عندي اليوم وهو ان خصني نستعمل بالزيتون الاحمر ما بقاليش الزيتون الاحمر ولكن هذا ما تيمنعش انا كتحسب لي بقى عندي قرعه ولكن للاسف استعمل كله هو هذا حتى هو تتعملوه فوالا بعد ما حملنا شوية الثومة زدنا الحامض ديالنا في السوطة غادي نزيدو الزيتون واحد دقيقة جوج بين ما هاد المواد تلقات لاسيديتي ديالها وغادي نرجعو لكم هنا تنبداو نزيدو في الرجله ديالنا نصوطيوها حتى هي صوتيوها على ما تحسوا بها بانها بدات تصوطا تزيدوا واحد شويش شويه عظم هنا تزبق لي ديال الحامض سمحوا لنا فوالا على ما تنغم على سميتو في هذه الاثناء تنزيد الكركم ديالي فوالا غير شويه منو هذا راه فريش الاخوان استعنوا به راه مهم للصحه ديالكم تنزيدوا الاقامه ديالنا كلها هي وتن راه فيها الماء هي بدها تطلق الماء يعني ملي تتبدا تنشف تزيدوا واحد شويه شد الماء شوف الاخوات كيفاش تطلق الماء ديالها كيف قلت لكم في الاول هي راه فيها الماء بزاف ها هي تطيح دغيا دغيا تطيح دغيا دغيا تطيح دابا هي نغلق عليها واحد 10 دقائق ونرجع معكم بعد واحد 10 15 دقيقه كيف قلت لكم الاخوان هاد الورا كراس الرجله ديالنا هي تطلق الماء فهمتوني ولا وليتي يبغيها طايبه بزاف يقدر يزيد غير شويه الماء باش تطيب واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه ودير في هاد الاثناء هي طابت نشفت ها هي حنا طيبناها على شكل بقول فتحطوها كوم طاباس تحطوها في الصايد ديروا واحد الدش ديروا واحد الطبق ولا تاكلوها غير بحال هكا راه مفيده غادي نطفيو البوطه ديالنا في هاد الاثناء لان صافي نشفات فوالا اللون غزال تيمكن لكم انا غادي نزيد الزيت البلديه هنا نزيدها باش كوم سا باش الى تخزنت عندي في الفريجيدير يعني تبقى مزيانه وحتى في الطبق ديال التحضير ديال التقديم جو فيديغ فوالا غير باش يعطي هذيك البريونس وديك هذا غادي ندوزو لطبق التحضير في هاد الاثناء
تنقدموا الطبق ديالنا بهذا الشكل هذا النهائي، وتنديكوري بشويه ديال السيترون حتى هو تيكون مسير، ونقدروا نصوبوها بشويه ديال زيت العود باش يدي لها الدوز. وشهيه بالنظام، وصحتكم وراحتكم.